مولانا محمد ما بنى جامع ولا صلوا. يا نايم يا حد الدايم بهالدنيا ما حدا دايم. واحد الله في راسه، واحد الله، واحد الله، واحد الله في راس، واحد الله. قبل الافطار بياخذ وجبات بيوزعها على البيوت، بيرجع على السحور قبل السحور بشي ساعة أو ساعة ونص بيلبس أواعي وبيطالع الطابلة تبعه يلي مؤلفة من صحن فخار ومن هي بيقولها جلد ماعز وحامل هالسلة وبيفتل. من مسحراتي أنا هويانا من أنا وصغير، كنت ألحق مسحراتي أنا ورفقاتي، ومسحراتي عندنا بالحارة ما عاد إشي يعني، وهويت هذا الموضوع. مواقف طريفة يعني، مثلا فوت على حارة بيجوز العالم ما بتتفيقها إنه بكون زعجتهم مثلا، يرشوا علينا مي. ثاني يوم مثلا هاي الحاره ما نفوتها او نقطع الباب يعني نضل ماشي. لا يا محمد الله، لا يا مسكور الله، قوموا على سحوركم. اليوم المسحراتي الحديث ما عاد له يعني مثل الاجواء القديمه. اليوم التكنولوجيا يعني على الموبايلات او كذا، بس اليوم صار في المسحراتي تراث. التراث البيئة الشامية هو المسحراتي، يعني غير انه مسحراتي في عندك طقوس مثلا العرقسوس، المعروك، النهش، هي الاكلات هي الشامية، هي بشهر رمضان المبارك كلها هي بتتحرك من مشروبات او كذا، كلها هي شهر رمضان. بس المسحراتي من طقوس رمضان. رمضان كريم ورب رحيم. هي السلة الحاملة هي للأغراض يعني استكبات، في عالم بدأ عليها يعني بيطلعوا مثلا عم يتشكروني مثل ما بيقولوا يعني بيقول لك المثل لا إلي ولا تطعميني. في عالم بتستقبلك وش بشوش وضحكة وكذا، في عالم مثلا صحن حلو، صحن معمول، صحن تمر، أو إذا في طبخة أو كذا. ونحن كمان لما بناخذ الشغلات هي بمعقولين إذا كل يوم رح تصير معنا، نعطي المساكين، الدراويش، الأيتام، الأرامل. من السنة للسنة بننطر رمضان لهالأجواء الرمضانية الحلوة هي وشهر الخير، وإذا حدا زعلان من حدا وكل بيصالح والأهل بيتجمعوا وصفرة رمضان ومائدة رمضان يعني، والسحور برمضان والجيران عنا هون كلها بتتبادل الأطعمة مع بعضها يعني الصفاء. يعني بيجي واحد بيجوز مثلا طابخ طبخة واحدة، بيجي سكاب من ما بيقولوا قال ويا علي صوتك مين بيسمعك لسابع جار، بتلاقي كله هذا برمضان بصير فيه الفي. والله طبلتي صديقتي يعني هي الحنونة، يعني بعدين الحنية فيها حنية الصوت الدق في عالم، بعدين هذا الدق بعدين دقة الطبلة اليوم إلى أثر مو إيمان حمل مثل ما بيقولوا حمل صواني صار حلواني.